السلام عليكم ورحمه الله. احنا خدامين في واحد الشركه في لاغري. هذيك شركه في لاغري كدير مواد غش، ماشي ماده اوليه، كدير الملحه 21 غير طحنها، وكديرها بلاص نيترات بوتاس وبلاص الماب سوليبل وبلاص سولي بوتاس، ماشي ماده اوليه غير الملحه مطحونه، وكيكملها كيخلطها بدو سيلفات صوديوم. هذيك دو سيلفات صوديوم كدير سرطان البنادم، وكيدير حتى القبص. احنا اعتصمنا ليه مدة 4 أيام. اللي اعتصمنا ليه جا القيد، جا مراقبة ديال مكتب النباتات، قلبوا داكشي، هزوا السلعة، كنتسناو في هذاك السيد باش يسدوا ليه ولا باش يديروا مع داكشي ديال القانونية اللي كدير السلطات المحلية، ما داروا حتى شي حاجة. حنا كنا معتصمين 4 أيام، مشينا بحالتنا، عاودنا رجعنا لقينا داك السيد خدام كيف العادة. مشينا لمكتب النبات كده عطيناهم شكاية، عطينا العمالة جوج شكايات، عطينا المكتب الاستثمار الفلاحي شكاية، عطينا الوزير الصيد والبحري من ناحية الرباط عطيناهم شكاية، وهادشي راه عندنا الكوبيات ديالهم، وحنا كنشهدوا اشخاص اللي كنا خدامين في هذا العمل. ومن سبب المكتب ديال النباتات صيفطنا لهم من 2014 حنا كنصيفطوا لهم شكايات باش يجيو يشوفوا هادشي، وكيجيو كيراقبوا هادشي وكيمشيو. حنا اش كنقولوا؟ كنقولوا حنا ما قلناش هادشي ديال الفلاحه، يا هاد السيد استغنى، وكنقولوا هاد الناس كيجيو كيقلبوا داكشي كيعرفوا واش انا كنقول واقيلا واش بصح، الناس اللي معايا كيقولوا واش بصح. ملي بحثنا وجينا نشوفوا لقينا داكشي ماشي بصح، ماشي ماده اوليه، الماده الاوليه كتجي من برا، النيترات بوتاس والماب سوليبل والسولي بوتاس كتجي من توب نيغوس في عين السبع، في كيتباع المواد البرودويت الاوليه، راه ماشي هي الملحه ال21 اللي كتطحن وكدير في بلاصه النيترات بوتاس وبلاصه الماب سوليبل وبلاصه السولي بوتاس. راه حرام في الدين باش يكون هادشي. راه المغرب ديالنا راه في خطر، كياكل الديسير كياكل الخضار ما كيعرفوهاش باش مصوبه. راه الناس راه كتمرض، الناس راه ولات كتمرض بالكونسير، هادشي راه حرام. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. حنا عمال شركه في لاغري. هاد السيد اللي خدامين معاه باترون سميتو رضوان المغيويني، بالنسبه عنده كاين ثلاثه المواد اللي ما صالحاش عنده، عمل نيترا دو بوتاس وسولي بوتاس والماب سوليبل، هادشي كلشي غير الملحه 21 وتضيف عليهم حتى القبص وسلفات دو صوديوم. حنا في الاول ما كناش عارفين هاد المواد، ولكن بقينا تبحثوا عرفنا هاد المواد كلها مش غير غش. بالنسبه للسلفات دو صوديوم ماده صناعيه، بالنسبه الماب سوليبل ملحه مقرشنا، بالنسبه للسولي بوتاس غير الملحه مطحونه والقبص، بالنسبه للنيترات دو بوتاس غير الملحه مطحونه والقبص. من 2014 حنا وسته ناس اخرين، هاد سته ناس جري عليهم في 2014، عرفهم هما اللي صيفطوا لمصلحه مراقبه المنتوجات الفلاحيه، وهاد الناس صيفطوا لهم وتيجيو وتراقبوا وكيوهمونا على ان هاد الشيء راه صحيح. هاد السيد شاري السوق في شهر مارس، صيفطنا شكايه للسيد العامل، السيد وزير الفلاحه، السيد القائد الدائره السابعه لمصلحه مراقبه المنتوجات الفلاحيه، وبالفعل جاو. حنا اعتصمنا لمده 4 أيام وبالفعل جاو وخاضوا عينات، وكنتسناهم باش يعطونا النتائج، الا حد الساعه ما عطاونا حتى حاجه. مشينا للسيد القائد قال لنا خدمتي درتها، مشينا لمصلحه مراقبه المنتوجات الفلاحيه قال لنا الا ما مشيتوش بحالكم غنمشيو غنديروا لكم شكايه للسيد الوكيل المالي. انا كنعلم جميع الفلاحه باش يعرفوا شنو تيشريو، بان ثلاثه المواد اللي دايره في السوق راه كلها غير مغشوشه، نيترات دو بوتاس وسولي بوتاس والماب سوليبل. هاد الناس يراقبوا هاد ثلاثه المواد بالخصوص، كلها غير مغشوشه في السوق، وهذا الشيء راه ما كيبغي الا الله على عبده. حنا ما يمكنش لنا نشوفوا شي حاجه ونسكتوا عليها، حنا مواطنين صالحين خاصنا نبلغوا الناس اللي ما عارفينش هادشي اللي كاين. وهاد الناس راه ما عندهاش ضمير، وهاد الناس راه تقتل في التربه ديالنا وفي الارض ديالنا، هادشي راه ما بغى الا الله على عبده. الله ينصر سيدنا. حنا هادشي بغينا نعرفوه، الناس كلها تعرفوا، يعرفوا شنو دايرين في السوق، والناس اش كتاكل، الناس راه مرضات بزاف، ويعرفوا هاد الناس الماكله راه كلها ولات مضره، الديسير المنتوجات الفلاحيه كلها ولات مضره. انا اللي بغيت نوصل بان هاد الناس راه مابقاتش عندها الضمائر، ولات عندها باغا غير الماده، وحتى السلطه المحليه راه هاد الناس معاونه مع الباترونين. بالنسبه لهاد السيد اللي كنهضر لكم عليه، ديال شركه الباترون ديال شركه في لاغري، بان السلطه المحليه راه معاونه معاه، الاعوان ديالو معاونين معاه، السيد القائد معاون معاه، الى حد الساعه ما داروا والو.